تفضل. مساء الخير وشكرا للسادة المحاضرين على هذه المحاضرة القيمة. عندي سؤال فقط وباختصار إلى الدكتور. ركزت وكأنه الكارثة أنا أسميها الكارثة اللي احنا فيها وعملية التدمير اللي حاصلة، وكأنه مجلس التنمية الاقتصادي هو المسؤول الأول والأخير عنها. فهل أنت مقتنع 100% اقتصادي أن هذه الجهة هي المعنية بهذه الكارثة، أم أن عندنا خلل اقتصادي في بنيتنا الاقتصادية في التركيز فقط على هذا الجانب وبعدين الحلول؟ يعني هل تعديل مسار هذا يعني ما بعرف شو أسميه، الانحراف، الأداء، الموقف، السياسة، whatever نسميه، هل تعديل مسارها راح يحل لنا هذه الأزمة؟ راح يحل لنا أزمة تفضيل اللا مواطن على المواطن في كل الجوانب ليس فقط في الجانب الاقتصادي؟ اليوم في التعليم، في الاقتصاد، في حتى في المواطنة. فأنا ما بعرف يعني أنا أفكر بس خلنا نسمع البقية إيه ما نجاوب أحسن لا لا ننسى لا سجل عندك أحسن إيه تفضلي. السلام عليكم. أهلا. الموضوع ذات شجون في هذا المجال اللي هو مجال أحد الوظائف، مجال العمال، مجال العمل للأحرميين. شفافيات معظمها أكدت بأن محنت الوظائف التزام دستوري، وبعض النصوص الدستورية تؤكد على أن هناك العمل إلى المحرميين أو الأولوية للعمل المحرميين. بما أن هناك مخالفات دستورية وهو التشريع يعتبر القانون الدستوري والتشريع الأعلى طبعاً في أي دولة، أوكي، والناظم لكل القواعد طبعاً سواء الأخلاقية القانونية وهو له صفة السمو على كل القوانين التي تأتي من بعده. بما أن الدستور هذا الصفر فالأصل أن باقي التشريعات تنسجم معه ولا تخالفه، صح؟ إذن جزاء مخالفة الدستور وبطلان تلك التشريعات. أي قانون يأتي مخالف إلى نص دستوري فهو باطل. إذن بما أن أمر توظيف الأجنبي فضل على التوظيف البحريني فإن هناك مخالفة. إذن من هو المسؤول على هذه المخالفة؟ إذا كان وزير فإن يجب محاسبة الوزير. إذا كان هناك مخالفة دستورية واضحة يجب أن تقف هذه المخالفة. إذا كان جزء مخالفة قاعدة دستورية وبطلان هذا القانون، وإذا هناك من ينفذ تلك النصوص القانونية مثل قانون العمل. إذا كان هناك مخالفة إلى قانون إلى نص من نصوص قانون العمل والذي يأتي قانون العمل أسفل القانون الدستوري، إذا من هناك من نفذ القانون؟ إذا يجب محاسبته. وإذا كان الدستور لا يحدد عقوبة واضحة إلى المخالف، إذا هناك في مسألة مهمة جدا في مخالفة في عقوبات قد تحدد مثلا خلال الإعلام، خلال اجتماعاتنا هذه. هذا يعتبر اجتماع يحدد مخالفة إلى عقوبة إلى وزير، تصريحات مخالفة إلى الدستور، مخالفة إلى القانون. نحن هنا في البحرين طالما هناك في دستور وفي قوانين يجب احترامها. إذن أين الخلل؟ يجب أن يحدد ويعاقب المخالف. وشكرا. شكرا دكتورة فداني. دكتورة أبو شريف من السنبلة، اسمك
أبو علي وأخ أحمد من لورا شو اسمه الله نادر الاسم بالخير نادر علاوي نادر إيه تفضلي الحقيقة يعني كان في نقطتين النقطة الأولى اللي هي بالنسبة لي اللي تفضل في الأستاذ حسن لما قال عن تصميم العمل الأجنبي على العامل البحريني وإنه العامل البحريني عنده التزامات اجتماعية والعامل الأجنبي بالضرورة لأنه هو يراهني وبقصد تربح يعني وتحسين وضعه فهو مستعد إنه هو يعمل به بطريقة السليفري الحقيقة والكل يدريها حتى في البنوك في شخص في البنك قال إن أنا مستعد لي يعني سرير سفري وأقعد أجنبي بس هذه طبعاً سلاح ذو حدين يعني البحرين أعتقد هي أصلاً يعني افتقاد استراتيجية يؤدي إلى التخبط والتخبط ويؤدي إلى الوضع الكارثي وإحنا بداية الإصلاح المالي نشتغل على المسؤولين الكبار وقلنا نحتاج هيئة تخطيط ولا ما نحتاج وكان المسار واضح يعني وين بيصل هني يرجع مجتمع يعني بتكلم عن الـILO وعمليات الاتجار البشر وهذه أصلاً يعني البحرين توقع نفسها في تناقض وهي واقع على قانون في 2008 لا 2006 يمكن على قانون الاتجار البشر يعني هذه تحريف صريح للاتجار البشر إن أنت تستغل العامل تستغل حاجة العامل هل هو أجنبي ولا بحريني الآن بنين يعيشون في ظروف غير إنسانية تماماً وأنتم تدرون عندكم ملفات وتدرون فيها إذا رجس وصل إلى أن الأهل يموتون والنيو ليبراليزم هاي تتكلم عنها دكتور حسين هي بالضبط هذه تسحق الإنسان إلى حد الموت ومو مهم المهم هو شيء يطلع من وراء فأنا أعتقد هذه حتى هي إشكالية يعني إحنا لما نفخر بأن إحنا زوراً أنا أعتقد إن إحنا وصلنا إلى درجات عليا في عملية الإتجار البشري النظيف البحرين الإتجار البشري بينما في الحقيقة إن إحنا أسوأ من أسوأ الدول في عملية الإتجار البشري فهذه طبيعية إنه يعني ما تحقق حتى بوينتس حق البحرين يعني أنا ما أدري منه اللي قاعد يفكر بأي طريقة يعني في الوضع هذه ما يدرك الكارثية في الوضع بالنسبة حق دكتور أكبر أنا أقول لك إنه لما طرح موضوع أو الاس دي جيز اللي هي حق 2030 كان مطروح فيها مسألة إنه الاهتمام بالتنمية البشرية لأن هي أساس التنمية هي أساس التنمية المستدامة وسماها بان كمان قال طريق الكرامة كرامة الإنسان فإحنا وقعنا عليها كما بقية الدول لكن التطبيق ما في فبالتالي نعم هذا هو الحل يعني لما قلتوا تعديل في الدستور تعديل في بطيخ هاي كله كلام ما يمثل إذا لم نوجه طاقاتنا كلها وأنا أتكلم كمجتمع مدني أنا ما أتكلم كمؤسسة يعني لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية مهتمة أصلاً ولا عندهم محاذيرهم وعندهم رؤاهم مثل ما تفضل دكتور بس أنا أقول لكم أنتم كمجتمع مدني اليوم عليكم الالتزام الأول في مسألة الاعتناء بهذا الحل ربما نكون إحنا الطرف الثالث اللي نقدر نعمل شيء في مسألة التنمية البشرية شكرا شكرا أبو الشريف مساء الخير حقيقة الأخوين المحاضرين أعطون يعني بانوراما للوضع ممتاز جدا يعني جانب العملي وجانب نظري من دكتور أكبر أنا فقط بتكلم في موضوع محدد قبل الله كنت أسوي إحصائية سريعة أن الندوة لها علاقة بقضية البحرنة وقضية التوظيف الأعمال البحرينية الحكومة صار لها تقريبا 10 سنوات تتكلم عن بطالة حوالي 4% 3.8% 4% إحنا مو مصدقين حكومة مصدقة و كل واحد يجيب في أرقام 15-20% مرمية هني وهناك لكن أنا أعتقد هو أبسط طريقة حق واحد إنه يعرف إذا كان رقم الحكومة صحيح ولا لا يشوف النمو السكاني ونمو العمالة عادة نمو العمالة يمشي مع نمو السكان السكان ينمون 10% العمالة تمشي 10% الناس ما يقعدون
يشتغلون الناس تنولد وتتعلم. بالعكس في بلد أصبح المرأة تدخل سوق العمل بشكل أكبر، مفترض العمالة تنمو أسرع من ما ينمو السكان، لأنه مشاركة المرأة في سوق العمل قاعد تزيد نسبياً من ما كانت موجودة. الآن خلنا نأخذ إحنا الإحصاءات الرسمية من 2009 إلى 2018، لو خلينا إحصاءات سكانية آخر إحصاء شفته في 2016، نمو السكاني للبحرين من 2010 إلى 2016 كان 2.75 تقريبا 3.4. نمو العمالة لو أنا شفته من إحصاءات مال التأمين الاجتماعي، إحصاءاتي شوي غير عنك أستاذ حسن، مال التأمينات الاجتماعية أخذت الإحصاءات، نمو العمالة كانت كالتالي: العمالة في القطاع العام والخاص، الحين نستبعد دائما العمالة العسكرية لأن إحنا ما عندنا الأرقام موجودة، بس خلي نقول هذه تمثل العمالة بشكل عام. العام والخاص في 2009 البحرينيين 133,700، الرقم اللي عند الاخوان غير، لان احنا نتكلم عن مصدرين مختلفين، جوس كان قاعد اقل. في 2018 146,600، اعتقد الاخ حسن عنده حوالي 10,000 800. اذا شفنا هالنمو ذي بتشوف ان النمو المركب السنوي في خلال 9 سنوات ونص، لان احنا عندنا فقط الى منتصف، انا عندي ايضا لمنتصف 2018، نمو المركب السكان المركب لعماله هو 1% بس. Exactly بالضبط 1%. بينما النمو السكاني هو 2.75 اثنين يعني 3.25. طيب وين راحوا هذه 1.75؟ إذا تأخذونها لي، إذا تأخذونها هذا الفاقد اللي ما تحسبه وزارة العمل، هو البطالة اللي مش محسوبة في إحصائيات وزارة العمل. الناس اللي قدموا طلب وما عادوا يتابعون لأن تمللوا طفشوا وصاروا بروحهم يقدمون او قعدوا في بيوتهم، في ناس كثير بهذا الشكل خصوصا نص الفتيات. فانا عندي في هالفتره فقط العشر سنوات الماضيه عندي فاقد حوالي 15% او 16% مفترض يدخلون سوق العمل وما دخلوا بطريقه او باخرى ولم يحسبوا في البطاله، اذا اضيفهم على 4% فاحنا نتكلم عن بطاله في حدود 18-20%. هذا رقم صحيح اذا كان الاخ النهار ابو سلمان جاب بهذا الرقم، هذا الرقم يبدو أن يكون صحيح إذا افترضنا 4% أيضا صحيح. ف15-20% أعتقد هي البطالة، نسبة البطالة. وأنا ذلك أنا أقول الحكومة اللي مو مستعد أن تواجه حتى في برنامجها، تتكلم عن برنامج مع الأسف وافق عليه كل النواب ما بيهم الأخ سلمان، الحكومة اللي مو مستعدة أن تواجه المشكلة هذه، أن أنا بالفعل عندي مشكلة بطالة 15-20%، لن تحل المشكلة لأن المشكلة بالنسبة لها غير موجودة. شكرا. أبو علي، أخ أبو علي. أشكركم على الندوة. طبعاً أبدأ كلامي بأستشهد بكلام إلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في مقابلة إلى الأستاذ خالد الرميحي في أحد القنوات الأجنبية كانت CNN. سأل المدير على شنو what يعني what's really bothering you as EDB؟ زين فقال job creation. okay الحين عندي موجودة المقابلة محتفظ فيها، دائما أتابع أي تقارير صحفية أجنبية. فهل أنت أستاذ جعفر تتهم مجلس التنمية الاقتصادية بأنه هو المسؤول عن هذا الحجم البطالة المذكور حسب ما يتداول اجتماعيا 20%؟ شيء ثاني، جافكم في أحد المقالات وأحد الدراسات قالت بأن إنتاجية الشخص البحريني 42 دقيقة في الأسبوع. 48 في اليوم. 48 دقيقة في اليوم. 48 كانت مذكورة، وقد ذكر أستاذ جعفر الكلام المتواضع والوضوح عندما أشار إلى إنتاجية الموظف البحريني هي 42 دقيقة أسبوعية. لا هاي غلط. أنا أقول حسب اللي استشهد بكلامك، اللي استشهد بكلامك في جريدة أخبار الخليج، وعندي الليك مع الخبر الأيام كاتبين هذا الأيام كان مؤخرا أخبار الخليج. أنا أعتقد هذا موضوع آخر حبيبي. أنا خليني بس أكفي لك بس دكتور. أوكي، هذا إجحاف حق البحرينيين بشكل تام.
انت شهدت على العمل في البحرينيين داخل الضباط. بس انت حبيبي ما قادر الحين تفهم شنو انا قايل. انا قايل لا ما تهم احد ابدا. لا انت فاهم بهذا الاسلوب. انت فاهم بهذا الاسلوب. جاوبت قبل. يعني هو يمكن ماخذ انت الفقره من سياق معين. بعدين مو موضوع المحاضره. انت لما تقدح في البحريني اوكي لما نقدح بس رجعنا ابو علي لنخل الموضوع شخصي. انا مش شخصي انا اتكلم. انا ممكن اتكلم معك بعدين. انا اتكلم عن عقليه داخل الشركات وداخل المجتمع بان ليجاسي موجود داخلنا الحين بأن العامل الأجنبي ما زال أفضل. وهذا ذكر الدكتور جعفر الصايب كان موجود كان في ندوة البحريني أولا وقال لكم بأن هذا الليجسي ما زال موجود بأن إنتاجية الفرد الأجنبي أعلى من إنتاجية الفرد البحريني. أنا ممكن صحح لي معلوماتي دكتور. أنا أتفق معك أنا ما أتهمك يعني طبعا. أنا أعتقد أن بما أن أنت عندك أنا أقول بيت خبرة ممكن تقيس لنا هل البطالة ممنهجة من ناحية الإحصائية؟ وأعتقد بأن بإمكانكم داخل جافكم تأكدون لنا الموضوع هل بأن البطالة ممنهجة في عندنا سيستماتيك unemployment داخل البحرين ولا لا؟ أعتقد ممكن إثباتها. كنت أتمنى من الأستاذ حسن أشوف قانون بجهة لتمثيل العاطلين. العاطلين لا جهة في البحرين. أنا ما شفت لحد الآن حسب نظرتي القاصرة. أوكي وأخيرا وزارة العمل دائما تركز على الوظائف في السياحة والفندقة التي تساهم بحوالي على أفضل الإحصائيات 6% في الجي دي بي. شكرا. الأخ أحمد بعدين الأخ نادر ونسمع الردود. أستاذ حسن والدكتور جعفر على هذه أنا أقول كأن ما حللت يعني ما أعطيتوني الجديد أكثر من يعني خليتوني مثل ما أقول نتعب أكثر. دائما أنا ما أحب خاصة في هالموضوع بالذات أنا شخصيا ما أحب الأسئلة التي على شكلها أين الخلل كأن ما أحد عارف وين الخلل. مع الأسف هو الخلل معروف المعطيات الموضوع اللي قلناها معروفة. من المسؤول؟ أيضا المسؤول معروف يعني هذه مالي. أنت أمام مرض المرض معروف لا بل أكثر من هذه إن حتى علاجه معروف يعني أكثر من كذي يعني أنت عندك ما عندك أنت الإرادة الحقيقية اللي فعلا تبي تصبح هذا البوينت. اما مو مساله ان انا مو عارف ان عندي بطاله ومو عارف ان لازم اسوي تدريب مو عارف ان لازم انا اشتغل على التنميه البشريه التنميه المستدامه بشكل عام بما فيه التنميه البشريه طبعا هي الاهم هذا كله معروف. السؤال يبقى ليش ما نسوي؟ ليش ما نصلح؟ هني السؤال انا اللي ابحث عن الجواب ابحث عن هذا الجواب. ليش اذا انا عارف المشاكل وعارف البلاوي كلها ليش انا ما اشتغل على على على, على شو اسمه هني يعني اللي عندي الاشكاليه الكبيره يعني بس انا اختصر بهذه يعني. شكرا للاخ نادر تفضل. انا عندي ملاحظه بخصوص الفيزا الوالده مرسوم 19/2006 بشأن تنظيم سوق العمل عرف العامل هو كل شخص يعمل لدى صاحب العمل يتقاضى أجر مقابل عمل مالك وكذلك عرف صاحب العمل كل من لديه عامل أو أكثر يعمل لدى صاحب العمل فهو صاحب عمل. التعريف للفيزا المريضة شنو من وين هذه جت لنا؟ ليه؟ مرسوم 19/2006 لو تقرأ المرسوم من بدايته لنهايته ما في فيزا مرنة شلون تقرأ هذا شيء يخالف المرسوم ولازم
بما انه يبقى اقول لكم بالامن العقاري سائل ادب. الماده 20 من نفس المرسوم 19/2006 تقول احد الى شركه ذات مواصفات عالميه تخضع للمعايير الدوليه تقوم كحد ادنى اعلى بتقييم اداء هيئه تنظيم سوق العمل. هذا وين الماده؟ ليش ما تطبق؟ شكرا. شكرا. نستمع. بعد الملاحظة مسامحة. اي تفضلي. العتب ما يكون على على بس الهيئة. العتب على الأطراف الإنتاجية الممثلين في مجلس الإدارة، نقابات أموال البحرين، غرفة التجارة والبنك. فالمفروض هم اللي يرسمون الاستراتيجية وهم الجهة اللي تقوم بتقييم أداء الهيئة إذا انحرف القطاع عن مساره. شكرا. شكرا جزيلا. تفضل. خلنا نستمع إلى أبو حسين مرة واحدة. أي تفضل أبو حسين. ألف شكر. ألف شكر للأخوين. واقعا طرحوا ورقة جدا جدا ممتازة، خصوصا في موضوع حساس مثل موضوع البحر والوظائف، لأن في مستقبل في وطن. أنا بس ملاحظتي بسيطة، كنا نعتقد أن عادة توظيف الأجانب يروح إلى الوظائف العليا، لما تروح إلى تقارير ديوان الرقابة المالية خصوصا في الشق الإداري في الوزارات، توظيف الوزارات. بس حتى أعطي مثال بسيط، التقرير الأخير 2018 لما تأخذ جهة بسيطة مثل البلديات موجود في التقرير هناك 200 موظف. التقرير ذاكر إن شو هناك 200 موظف بعضهم اشتغل أكثر من 35 سنة ولم يتم إحلال بحرين مكان. يمكن الواحد يسأل يقول يعني يمكن لأن هناك هذه الوظائف صعبة ما يقدر يحصل، يعني يحتاج خبرة ويحتاج كفاءة، بس الإجابة موجودة في التقرير. يعني يحط لك العينات الأعداد اللي موجودة، يعني صور مثلا فني تحصيل رسوم 34 سنة صار يشتغل، أخصائي مخازن أول 31 سنة، مهندس مدني 28 سنة، فني مساحة 27 سنة، مفتش أسواق. أنا ما أعرف شنو اللي يعني ماسح كميات، أخصائي متسهات، في حتى على فكرة يعني محلل نظم، وفي مشرف أشجار النخيل. يعني إحنا بلد المليون نخلة، يعني هذه هذا مثال يعني الحال في مكان آخر. شكرا. طيب نستمع لردود. تفضل أبو علي. شكرا على المداخلات الواقعة، أنا استفدت كثير من المداخلات واللي أثرت الورقة اللي أنا قدمتها. أعتقد بسمع حق الدكتورة أين الخلل، من المسؤول، نسبة البحرنة، القوانين الموجودة، هامش الدستور، مخالفة الدستور. أنا قلت إن إحنا محتاجين في الخلاصة إلى تطوير نسب البحرنة الموجودة. ممكن القانون اللي صدر في 76، تكلم في 76، ممكن هامش 25% كبحرنة للوظائف، وإحنا مقبلين على طفرة نفطية في ذاك الوقت، ومع مقارنة مثل ما تفضل أبو شريف حركة النمو الإنساني أو السكاني الموجود في البحرين ذاك الوقت قد تكون مناسبة 25%. اليوم عندنا مجنسين في البحرين، صاروا بحرينيين، وفجأة قعدنا من النوم شفنا عندنا أخوان موجودين في البلد محتاجين يشتغلون، محتاجين يأكلون، محتاجون احتياج بشري موجود لهم. فأقلها مواكبة هذه الطفرة الموجودة في النمو الإسكاني السكاني،
في هامش البحرنة كنا في 76-25% وما زلنا 25% كالتزام، ليش ما يصير 50%؟ خلوها. وأنا أشاطرش الرأي يعني أنه يجب عدم مخالفة الدستور. الاتجار بالبشر أعتقد أنه الفيصل في الاتجار في البشر هي المعايير الدولية، والفيصل في المعايير الدولية إيماننا بالمعايير الدولية. يعني أنا ما وجدت في مؤتمرات جنيف اللي أحضرها إيمان الأوروبيين بالمعايير، وجدت في الدول العربية كيف يجيبون خبراء يجدون ثغرات في المعيار نفسه أساس يبينون أن الدولة مالتهم بالضبط، التحايل على المعايير. فاحترام حقوق الإنسان، الإنسان العامل المهاجر لما يجي البحرين ويقضي عمل أو عمره كله في العمل بدون ما يكون حتى هامش في الإنسانية، ما أتكلم حتى عن الرفاه الاجتماعي، حتى في إنسانيته لما يشتغل 20 ساعة ويروح 4 ساعات ينام ويجي مرة ثانية مثل ما تفضلتين في البنك بيقعد مستعد حتى له سرير. الدولة بشكل عام، الوعي عند الشعب نفسه، ثقافة الشعب، البيهيفيرز اللي عندهم نتكلم عنها، إذا كان في إيمان بهذه المعايير وبالحقوق الموجودة لن نرضى أن يعني تنتقص عند أجنبي وعند بحريني. مثل ما تفضل الدكتور، إحنا البحرينيين حتى لو بنصير عنصريين ما نقدر، يمكن في عندنا أشياء ثوابت موجودة توارثناها من الأجداد. بالنسبة حق اللي تفضل فيه أبو الشريف، أنا أتفق معك، إحنا من ضمن مطالبتنا من وزارة العمل ما هي الطريقة اللي تحسبون فيها البطالة في البحرين، نبقى نطلع على الطريقة تكون في شفافية أكبر. شنو المعيار؟ شنو الطريقة؟ في عدة طرق، تمشون الطريقة اللي تمشون عليها عشان احنا نتفق معاكم أو نختلف وياكم. بالنسبة للبطالة، أستاذ عبد الله، الاتحاد العام نقابات عمال البحرين مسؤول عن البطالة. لما أتكلم عن البحرنة، ماذا تعني البحرنة؟ البحرنة معناته أن في عامل مثلك قاعد في البيت أو قادر على العمل قاعد في البيت في محل مثلا واحد أيا يكون، يمكن حتى بحريني بعد نتكبل تكافؤ الفرص نتكلم عنها. احنا موجودين في اللجان الثلاثية، جزء من عملنا البطالة، وأنا أقدر لك كثيرا المشروع اللي طرحته على الاتحاد العام ما أن تكون لنا منصة لتسجيل العاطلين عن العمل، بس مع الجهات الرسمية تصادفتنا عقبات كثيرة ما قدرنا نمشي في المشروع هذا. بس اي نعم، فالداتا او الداتا الموجودة حتى يعني انت يجب ان تستند الى داتا انت مسؤول عنها، يجب ان تصل لكل واحد. يعني حتى لو فتحت منصة وسجلوا عندي الاف، هل هذه الالاف فعلا دلهم موجودين او في غيرهم ما وصل؟ فانت محتاج الى احصائيات تكون موجودة ودقيقة، لما تروح خارج البحرين تقول هذه احصائياتي مبنية على 1 2 3 4. بس العاطلين مسؤول عنهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قبل توظيفهم وبعد توظيفهم، وبعد ما توظفون كثير يتعطلون مرة ثانية عن العمل. شركة من الشركات 70 عامل رافعين لهم قضية احنا في المحكمة، 70 عامل مرة واحدة، غير الحين قاعد يجينا بشكل يومي ديلي اوف بيمنت او حالات الاحصار الكثيرة. عندي حالة موجودة هنا ما باشير لها، عندي حالة موجودة هنا رئيس نقابة بيجونكم 150 من شركة التأمين قريب جو، ما بيجون جو. على كل حال 150 شخص، انا اقول لك 150 شخص راح يجونكم من شركة التأمين كبيرة جدا. بالنسبة حق الأخ نادر اللي قال ان العتب مو بس على الجهات الرسمية، اطراف الانتاج الثلاثي، انا احب انك تعرف احنا موجودين في هيئة تنظيم سوق العمل، وكتبنا رسالة رسمية لوزير العمل بصفته رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، لأن هذه الهيئة لم تجتمع إلا اجتماع واحد في 2017، وكتبنا رسالة رسمية بأن قانون العمل البحرين الموازي أو قرار عمل بالبحرين الموازي وقرار الفيزا المرنة الفلكسي لم حتى لم نشاور فيه، لم يعقد اجتماع لإطلاعنا عليه، لا احنا ولا غيره، موسم اتحاد كل الموجودين لا غرفة لا ما حد حضر، طلع قرار فوقي ونزل وصار لي ابليمنتيشن في كل مكان. السنة الفائتة اجتمعوا اجتماعين، ورجع للرقابة المالية كاتبة لي نفس الملاحظة اللي احنا كتبناها ان الهيئة لم تجتمع في 2017 الا اجتماع واحد،
حتى التقارير المالية المطروحة طالبين شنو الطريقة اللي يقول عنها بالتدوير أو ساعدنا عليها أبو حسين وأنت قاعد في البيت تقول لهم أوكي بالتمرير سجلنا تحفظنا وما وقعنا حتى على اللي يسمونه مع هذا مشت لأن أغلبية مشاها بالتمرير فهي موجودة هيئات الهيئات إذا قصرت من المسؤول في النهاية محتاجين إلى إيمان بعض من المواطنة بعض ما أبغي مواطنة 100% نأمن بهذا الوطن بحاجة إلى ناس مخلصين ما أصير أسوي لي هيئات وأسوي لي مجالس وأسوي لي وأتركها تعيث كيف ما تشاء ما حد يحاسبها أنا هو يدير الجلسة مو أنا يعني فأنا هاي اللي عندي وشاكر لكم كل المداخلات شكرا جزيلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم قدمت خطاب إلى رئيس مجلس الإدارة وما جاوب خلال 30 يوم ترفع دعوة شد عن طريق إذا كان في مريض مسجل ترفع دعوة في المحكمة توقف القرار لأنه غير دستوري تعلق مثل ما قالت الوطني إذا كان القرار غير دستوري يخالف القانون إحنا من حقنا نقف هذا القرار شو خاطبت الوزير صار لك كثير مدة أنا أتكلم من العام أتكلم مو حد اللي صار باقي كملوا الحوار كملوا الحوار بعد الندوة كملوا الحوار بعد الندوة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم دكتورة منى أنا أعتقد لحد الآن يعني كل هاجسي إن قاعدين نتحرك بغرور غرور لأن أنا أحس أن المجلس التنمية الاقتصادية معطينهم صلاحيات وايد وبشكل غير متناسب مع دورهم فأحس أن منهدين يعني ويفتون يعني left right center وهذه وما حد يعرف شيء وهذه أنا اشتغلت تقريبا في أقيم المجلس التنمية الاقتصادية اللي في دبي هذا المجلس يعني قاعدين يشتغلون بتناغم مع الجهات الأخرى يعني مو من فلتين يعني احنا هاي روحتنا وجايتنا موسكو مدري نيو دلهي مدري شنو النتائج وأكثر الاستثمارات اللي تجي لنا مو من نتيجة لجهودنا لجذب الاستثمار هذه هي تشوف البحرين أنها منطقة جاذبة لها العكس اللي يصلح أن هذه الاستثمارات اللي نجي احنا ما نعرف شلون نتفاعل معها لأن الجهات المعنية مو متناغمة ويا بعض ترى في استثمارات تشرد تي للمطار وتشرد فهذه أنا أفكر أن عدم إصغاء كثيرا للشعارات الدروس حصلت في سنغافورة في دبي في ما أدري إيش هذا لين واحد يقدر يسمع بس ما تقدر تسوي فوتوكوبي يعني تاخذ افكار وتشوف وتي البحرين هني ما يصير احنا منو اللي ذكرني ببنود التنميه البشريه في تي بي اس تي جي يعني انا ابي اشوف مجلس التنميه الاقتصاديه بما يعني ما عدا جذب الاستثمارات شنو الاشياء الثانيه اللي صارت أو سوت مو ما هم عندهم هذه العناصر في الاستراتيجية وين يعني هذه الخطورة تكمن في هذه الجهة إن ما في تناسق أو تناغم بين العوامل التنمية في دول ثانية اللي نجحوا لأن كل هالعوامل كانت تهتز بوتيرة متناغمة بالنسبة والتناسب يعني النسبة الأعلى للتنمية البشرية والنسبة الأقل نسبة
اللي هي في سنغافورة مثلا كثير من هذه الاستثمارات جت لأنه هم فسحوا المجال ولكن مو بهذا الأسلوب، أسلوب أن أنت تصلح شيء وتخرب شيء. بس زيادة العمالة الأجنبية في سوق العمل البحريني ليست كارثة حديثة. ياما تحدثوا عنها الاقتصاديين من قبل 10-15 سنة وتفاقمت الآن. يعني هاي دكتورة منى، أنا أفكر يعني إحنا من الثلاثينات من اكتشاف النفط وإحنا جايين دائما البحرين في حالة نمو اقتصادي بحاجة إلى عمالة، هذه ما يخالف ولكن مو على حساب المواطن. يعني أنت عمرك ما خالفتي وجود الأجنبي في البحرين، تخالفين لين مصلحة المواطن يتأثر. احنا دائما عشنا قمنا الصبح نقوم قدامك بوذي قدامك مسيحي قدامك، هذا ما عندنا مشكله في دي. الكوارث قاعده تنزل على راس المواطن مره واحده الحين، ضرائب الحين يا قوانين وتغطي كل فئات المجتمع من تجار من عماله من 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 بطاله. كم عدد الأطباء الذين لا يحصلون على عمل الآن؟ كم عدد المدرسين والمعلمين والمعلمات الذين لا يحصلون على عمل الآن؟ كم عدد الممرضات الخريجات سنوياً من معاهد التمريض لا يحصلون على العمل الآن؟ هذه إحنا المصايب اللي إحنا فيها، ويجب التحدث فيها بكل شفافية. يجب أن نخرج عن العموميات، لا نتحدث إحنا اليوم فقط عن هذه الجهة الحكومية، احنا نتكلم عن سيستم كامل. سيستم كامل يستدعي فعلا الشعور بالمواطنة اتجاه هذا الانسان في هذا البلد. ويجب علينا احنا ايضا كنخب ان ناخذ ادوارنا الوطنية في هذا الجانب، كلا من موقع عمله في مؤسسات المجتمع المدني، في مراكزنا، في مجالسنا الرسمية والغير رسمية. هذه الكوارث لا يجب أن تمر مرور الكرام، سوف تدمر واقع المواطن البحريني. وصلنا إلى حد قمة الجبل، المواطن يوما ما سينهار، وهذا وضع غير سليم، وضع خطير. أظن الأغلبية توافق معك دكتورة، يعني مو بس إحنا، إلى حتى يعني حتى كثير من المسؤولين نفسهم قاعدين يتكلمون بهذا. أنا أفكر الحين بعد إحنا يجب علينا الآن الحل لكثير من المشاكل التوظيف وهذه في إيجاد أو تأسيس مراكز التدريب، لأن النظام التعليم يعني خذلنا. أنا أعتقد أي نظام تعليمي في أي مكان إن أي شخص يخرج من النظام يكون منتج على مستوى دراسته. اليوم حتى الجامعيين مساكين ما يقدرون يكونون منتجين بسبب المناهج الموجودة، بسبب هذه. ليش احنا في ألبا حتى في بابكو كل واحد كان يكون يوصل إلى مرحلة تخرج كان منتج مباشرة، كان منتج عندي. أنا أوظف ناس أثناء الدراسة، يعني بس يتخرج يكون بارز. يعني أنا تكلمت مع شو يسمونهم لجنة التعليم العالي أو هيئة التدريب، يجب أن يكون من بداية الجامعة مو من نهاية الجامعة. دكتور في تدهور في التعليم، انا درست 30 سنه دكتوره، ترى بنطول. لا يعني بس قصدي هذه النقطه المحوريه الهامه في كل مصر، يعني بنعلي وبعدين فانا في الحوارات بعدين اعتقد اذا بس تعطوني بس فرصه ان اشرح لك حبيبي 48 يعني دقيقه، هذه ترى نسبه عاليه مو قصيره. إذا أشرح لك يعني شنو معناته، هذه مو معناته إن الشخص كسلان، بالعكس هو يعني شغول وروح رايح فوق نازل تحت، يعرق ما عنده وقت يأكل ولا شيء،
ولكن بسبب أساليب العمل وبسبب النمط الإداري في النهاية ما في إنتاج. هذه قياس للإنتاج في نهاية الدوام. خلي أعطيك مثال. أنتوا تشوفون هالأيام في مواقع البناء بالذات البيوت، في أربعة قاعدين يرفعون اللي يسمونه الرمل مع سطل وحبل، أوكي، اثنين تحت واثنين فوق، هاي يأخذون مثلا يوم كامل. هذه أنا أقدر أشيل هاي الكمية من الرمل في خلال 10 دقائق. فهني شنو أقول؟ أقول إنتاجيتهم اليوم واحد تساوي مال 10 دقائق. هذه اللقص مو بالشخص اللي حتى واحدة سألتني في مؤتمر، يقول يعني إحنا نايمين، وأنا أقول يا ريت تنامون أحسن. وشكرا لكم. شكرا، شكرا جزيلا للأستاذ حسن وللدكتور، ونلقاكم إن شاء الله في أمسيات قادمة مع الشكر الجزيل.